أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: الإمداد الطبي يعلن وصول شحنة من تطعيمات الأطفال، نقل 32 لاجئا من ليبيا إلى كندا والنرويج، ومواجهة متوسطة للفرق الليبية بكأس الكونفدرالية. أعلن جهاز الإمداد الطبي استلام شحنة من التطعيمات واللقاحات الروتينية للأطفال بعد وصولها عن طريق شحن جوي، واستكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية من قبل مكتب التسريح الجمركي والتابع للجهاز. وأوضح جهاز الإمداد الطبي أن الشحنة ستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل فيها نقصا خلال الأسابيع الماضية. أصدرت النيابة العامة أحكاماً بحبس مدير مستشفى بني وليد وبعض القائمين على المستشفى احتياطياً بتهم استخدام أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفى. وقال مكتب النائب العام إن المتهمين أهملوا معايير حفظ الأدوية بالطريقة المصابحة. أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا وبناء دولة ديمقراطية مدنية للوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول المصالحة الوطنية عقدت في طرابلس بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ساعدت 32 لاجئا بينهم 4 أطفال على مغادرة ليبيا على متن رحلات جوية هذا الأسبوع، وذلك لإعادة توطينهم في كندا والنرويج، موضحة أن الخطوة جاءت بدعم لوجستي من المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا. أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية، مبديا استعداده للتعاون مع البعثة الأممية بشكل كامل. أوقعت قرعة الدور 32 لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية فريق الأهلي طرابلس في مواجهة ماروموا الجنوب الأفريقي، في حين سيواجه النصر نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، وسيلتقي الأخضر مع بلاتو يونايتد النيجيري. نهاية هذه النشرة، وإلى اللقاء.